اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لا تنعم الا مرضاك ولا تنعم الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا مريضا الا شفيته اللهم اغفر لابائنا واغفر لامهاتنا وارحم اباءنا واغفر لازواجنا واهد ابناءنا اللهم اخرجهم وخذهم القران وبعد عنهم الشيطان وكلوا بها واستغفروا الله العظيم لي ولكم هذا وان كان التوفيق من الله وان كان من خطئ او سهو او نسيان فلم يمن الشيطان